تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر من إحدى السوبر ماركت في مدينة النبطية، حيث تنفذ مصلحة الاقتصاد في المدينة جولة كسابقاتها، يعني على السوبر ماركت وعلى محال الألبان والأجبان التي هي يعني نقطة استهداف الوزارة. مثل ما عم نقدر نشوف أنه مندوبي المصلحة عم ياخذوا العينات المتنوعة على كافة السلع، لبعد شوي رح تدققوا بأسعارها ولا شو رح تعملوا؟ إجراء مطابقة بين الرفوف والصندوق بأسعارها وإجراء تحليل نسب أرباح حسب الفواتير. رح أترككم طبعا تتابعوا، لكن خلينا نروح إلى رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية الأستاذ محمد بيطار. عفوا أستاذ محمد، يعطيك العافية. كنت عم تخاطب صاحب السوبر ماركت وعم تسأله عن العروضات، ليش؟ يعطيكم ألف عافية. صباح بارد، ولكن حسب ما شايف بالسوبر ماركت كل الناس رؤوسها حامية من الوضع اللي هي فيه. عم بسألوا للمدير المسؤول بإحدى السوبر ماركت عنا بالمنطقة، إحدى السوبر ماركت المحترمة وقبلت الناس، إنه في تعجبت في عروضات كتير، مش على عادتها السوبر ماركت إنها تعمل عروضات كتير وأسعار بالحجم الكبير. الأوراق كنا نشوف الأسعار عندهم يدوب نقشعة، ولكن كنت أنا حابب أسأل المدير المسؤول اللي هو واقف جنبي هون شو الأبعاد أو شو السر من العروضات الكتيرة اللي هلأ عندهم بالسوبر ماركت هون. تعرف بظل انهيار القدرة الشرائية نحن مضطرين دايما نضل نواكب السوق، فنحن عم نقوم بعروضات. نحن عنا برنامج غير البرنامج العروضات اللي عم تشوفوها انتو، نحن بنقي اصناف بنعمل عليها كمان كاش باك. هذا البرنامج كاش باك اللي بيقدر زبون بعد ما يشتري الصنف يطلع له بقلب بطاقته يجمع مصاري، فنحن بالاضافة لهيدي عاملين هذا البرنامج من اجل تحفيز المواطن انه يجي يشتري من عنا. يعني هذا بحكم تنمية المبيعات. عندنا هدف مبيعات لازم نصيبه، فنحن هذا جزء من أهدافنا. طيب السؤال بدي أسأله لحضرتك كمدير مسؤول، كيف شايف الوضع البيع أو الجمهور؟ هلا عارف هو شهر واحد بينزل ضعيف جدا، وظل اللي عم بيصير معنا أي ثبات لسعر صرف دولار، يعني ساعة بتكون على 41 ساعة بتصير على 48 عم بيضعف أكتر وأكتر. يعني العالم بتبطل تشتري بتنطر ليطلع بلكي بتقدر تشتري بعد بمبلغ أكتر، فهذا اللي عم بيصير. يعني هلا إذا أنت مثل عم تشوف أنت بتعرف سوبر ماركت الصبح هون ما بنلحق جو عادي جدا جدا. طيب سؤال بدي كمان هيدا كتير مهم، كتير مهم بالنسبة للمواطن لنعرف نحن ويعرف هو شو عم ياكل، يعني بحكم الجودة. البضائع اللي عندكم كنا بنعرف نحن انه السوبر ماركت كانت تنزل استندات لشرك هي مسؤولة عن المنتج تبعها، بس صرنا عم نشهد بالفترة الأخيرة أسماء الشرك مش عارفين هل هي صرف بحكم انه المواطن معاش عم يقدر يشتري، صار في تدني بجودة الانتاج المنتج. هلا اللي عم تحكيه صحيح، بس نحن هون عندنا بالسوبر ماركت القرار الاداري اللي عندنا بعدنا بنشتغل بكل شيء اصناف شركات، فاذا بتعمل برمه ما عندي الا اصناف شركات، وحتى فواتيري ما بشتري على رسميه. يعني كل اصناف اللي بتلاقيها بالسوبر ماركت بعطيك اياها هي اصناف شركات واصناف مستورده، المستورده هي جودتها عاليه بتجي اغلى شوي، بس اللي عم تحكيه هو صار فيه منه بالسوق بس انا ما فت فيه. أستاذ محمد كنت عم تقول عن إنه موضوع العروضات هو نتيجة كساد أو نتيجة قلة بيع بالسوبر ماركت، هيدا اللي عم تقدروا تشوفوه كمصلحة؟ لمسنا هالشيء، لأن دغما المؤشر نحن على طول طالما إنه عم مواكبة دائمة للسوبر ماركت ولجميع القطاعات اللي عم تشتغل قطاعات التجارة، إن كان مواد غذائية أو سلع استهلاكية أو مواد تنظيف أو لحوم أو دواجن أو بيض وما وغيره من الأصناف، نحن عم نواكب يوميا حركة المواطن وأقباله على شراء الشغلات. ما نحن من هالمواطنين وأنت من هالمواطنين، كنت أنا جيب العربي وجرة قدامي وعبيها لمدة 15 أو 20 يوم ببيتي، ولكن لا صرنا يوم بيومه السلعة اللي بدنا إياها اللي بحاجة لها ناخذها، لأنه ما عنا القدرة بعد أنه نحط عنا يعني غرفة الموني بالبيت هيدي لغيناها سكرناها،
غرفة المونة، صرنا عم نشتري اليوم بيومه، وهذا إحدى أسباب الكساد اللي عم نشوفه هلا بالسوبر ماركت، وبنأمل إنه يحسنوا وضعهم السوبر ماركت ويعودوا يخلوا المواطن يجي لعندهم ويعود ويشعر بالأمان وبالراحة بالنسبة للموجود المصاري الموجودة بجيبته، ويتفعل البيع إنه ينزلوا من أسعارهم. نحن دائما قلناها بمحلات قبل محلات الحلويات والمطاعم انه نحن فتره صعبه جدا بالبلد وكلنا ما نحمل بعض. نحن بنامل من اصحاب السوبر ماركت الكبيره، ما عم نقول لهم ما تربحوا، ما عم نقول لهم ما تعيشوا، ما عم نقول لهم ما تدفعوا اجرة موظفينكم، ولكن يخففوا من ارباحهم شوي، يوقفوا حد المواطن لانه هن من هالمواطنين. حطوا عينات من اللبنه والجبنه، يعني اليوم هي الجوله مستهدفين فيها كمان اللبنه، ليش؟ بالأيام الأخيرة أو بداية الأسبوع طالعنا بعض الناشطين أو بعض المتابعين لحركة السوق وحركة جودة المنتجات اللي عم تطلع اللي عم بيستعملها المواطن، وخاصة الألبان والأجبان. في شيء بالسوق، أسماء مش معروفة عم تنزل. ونحن منروح للمنتج الموجود عليه الاسم والهاتف والعنوان والمكون، كل شيء عدا ذلك نحن نقول لهم المواطنين كمان يساعدوا نفسهم، المواطنين يساعدوا نفسهم. كل منتج ما عليه اسم المارك واسم الشركة ورقم هاتفها وعنوانها والمكون اللي بقلبها ما يشتريها، يتركها على الرف ونحن منتابع وضعها. عينة اللبنة بتتاخذ على المختبر، بتم فحصها إذا كانت مطابقة أو لا، ولا شو بيصير؟ ليك، كل أصحاب معامل الأجبان والألبان تواصلت معهم على الأقل بمحافظة النبطية، بالأربع أقضية الموجودة عندي محافظة النبطية، والزملاء بباقي المحافظات عم تشتغل على نفس المنوال عم يغضوا عينات. أنا خبرت أصحاب المعامل كلها سوا، كل العينات اللي أخذت للمختبرات حتروح لمختبر موثوق ومعتمد من قبل وزارة الاقتصاد. والشيء اللي عم نشتغله نحن بتوجيهات معالي الوزير وسعادة المدير العام انه العينة اللي حتطلع جيدة وسليمة يتأكد صاحب المعمل حجيب له اياها بزفة، ولكن العينة اللي حتطلع غير سليمة وغير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية يتأكد حشهر فيه اعلاميا، لانه اكل الناس ممنوع ينلعب فيه. شكرا لك استاذ محمد بيطار، رئيس مصلحه الاقتصاد في النبطيه. اذا نود ان نشير مشاهدينا قبل الختام لانه في وقت سابق في مدينه صيدا تم تصدير محضر ضبط بحق ملحمه كانت مخالفه، اليوم عينات اللبنه اللي اخذت هي تم اخذها الى المختبر ليتم فحصها، مثل ما سمعنا انه اللي حيكون مطابق للشروط هو راح تتاخذ هذه العينه لانه بقى الزفة، ولكن اللي ما حيكون مطابق سيتم التشهير به اعلاميا. على كل حال نحن نواكب جولة وزارة الاقتصاد وسنوفيكم بأي جديد فورا ورودة. من مدينة النبطية، إبراهيم ضاوع العماس، صوت بيروت انترناشنال.